مجلس الوزراء وقرارات لدعم الصناعة ودعم الزراعة، ما الذي حدث اليوم؟ معلش مش في عجاله لان ده موضوع في منتهى الاهميه طيب الفتره اتفضل الجايه. اتفضل. يعني ارى ان ده يعتبر مايلستون، حجر فعلا محوري الفتره الجايه لقطاع الصناعه. طبعا حضرتك تعلم جيدا ان الفتره اللي فاتت قطاع الصناعه كان بيمر بازمات، منها استيراد الخامات اللي في المواني، فتح الاعتمادات، نعم وطبعا زاد وغطى بقى الفايده اللي ارتفعت من 8 واتلغت مبادره ال 8% وبقت 16 17 18 بهذه الطريقه. طبعا منذ هذه الفتره وبدا القطاع الصناعي خاصه المشروعات الصغيره والمتوسطه، هنستثني الصغيره المتوسطه اللي تمثل 87% من القطاع الصناعي تقريبا، بدا يعاني معاناه شديده انه حتى يكمل. فطبعا تواصلنا مع دولة رئيس الوزراء في هذا الشأن، إن النهاردة لابد من التدخل السريع لإنقاذ هذا القطاع. وطبعا حضرتك تعلم إن القطاع ده إحنا عاملين بنتكلم على طول على إنتاج وزراعة، إنتاج وزراعة، لأن هو ده المحور بتاع الموضوع كله. نعم. يعني النهاردة حتى أزمة الدولار اللي إحنا فيها النهاردة هي إنتاج وصناعة. أنت لو عندك إنتاج وعندك صناعة أنا عندك نقص، هتحل يبقى الأزمة، هتستورد أقل، يبقى وتصدر وكده وحاجات كتيرة. بالظبط اتفضل. كده بالظبط كده. نعم. ففي لفتة أنا لم أكن أتوقعها النهاردة في الاجتماع إن يتم إصدار قرار فوري وسريع إن فعلا هيثبت الفايدة على 11%، وده حل من وجهة نظرنا إحنا، وأنا بمثل 87% من هذا القطاع في جمهورية مصر العربية. أيوه. نوصل ل 11% ده رقم عادل وجميل جدا جدا. كويس. والفرق تتحمله وزارة المالية. نعم. فإذا النهاردة ده بيدي إشارات محددة. طبعا تم النقاش في نفس التوقيت على البضائع الموجودة في المينا. طيب البضائع عشان بيتم الإفراج، وده ملف هنتكلم عليه، ولكن خلينا على المبادرة تحديدا، لأن هي دي اللي حضرتك بتتكلم عليها، دعم ومبادرة لدعم الصناعة والزراعة، واللي كنا نأمل أنها تحدث وقد حدثت. فعلا. نتائجها إيه؟ أو تديني هتحفز، هتديني إيه في القطاعين الصناعة والزراعة؟ حضرتك كده النهارده بتتكلم انتعاش، هيحصل انتعاش في قطاع الصناعه بدل ما حاله الركود اللي كانت فيها. أيوة. بدل ما حضرتك النهارده كنت بتدفع 18% فايده سواء على الوركينج كابيتال، يعني على مستلزمات الانتاج والكلام ده والدوره راس المال وعلى المكن، انت النهارده هتدفع 11%. ايوه. تاخد بالك كمان ده في نقطه كان ممكن تعمل ازمه اخرى والحمد لله لحقناها، ان النهارده مع رفع سعر الفايده في البنوك قد تضطر البنوك